كاتريكس أيوب اللي هي صبية ناشطة كتير على التواصل الاجتماعي بتقديم الفيديوز والمحتوى الخاص بالجمال بالفتنس وباللايف ستايل وبالموضة. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. شرفتينا. ثانك يو. اهلا وسهلا فيك كاتريكسا. سالتك قبل شو بيعني اسمك، قلتي لي اسم يوناني، كرمال هيك عم بيكون عندنا شويه صعوبه يمكن بلفظه اول شيء، بس تعودنا، اخذ لساننا. هلا عندك اكثر من 500,000 على تيك توك من المتابعين. I have 1.2 million. بعتذر هون الانفو غلط عندي. اوكي كتار اسم الله 1.2. انت بتحكي عن الموضه، عن الفاشن، عن اللايف ستايل، عن كل هالتفاصيل. كيف بلشتي از تيك توك؟ شو وصلك؟ قديه السوشيال ميديا عطتك؟ هيك كل التفاصيل. صراحة أنا بلشت هيك بالغلط، يعني نزلت أول فيديو كنت ماشي عم بتمرن، بلش الناس يحبوا طريقتي، أكيد واجهت كتير هيترز، في ناس كتير انتقدتني، ومن وراء الانتقادات كتير أنا بلشت أطلع، مش من وراء الناس اللي كانوا يحبوا الكونتنت تبعي. نزلت صرت مثل غيري، يعني نزل الفيديوز سبور وتياب شو ما البس صور، وتعودت الناس علي هيك وصار عندي 1.2 مليون. نايس. طيب يعني انت بتعملي سبور، يعني انت يو اكسرسايز؟ اكثر شيء بعمل اكسرسايز. يس يس يو اكسرسايز وبتحطيهم يو بوست ذم اون تيك توك والناس بتتفاعل معك على هيدا الاساس. بتعرفوا انا اغلبيه التيك توكرز وقت اشوفهم لايف بحسهم كثير أنعم وأصغر وكيوتي أكثر من لما بتشوفيه على تيك توك بتفكروا الواحد شخص أضخم. طيب قلتي لي واجهت كثير هيترز. أنا بعرف، يعني أنا مني كثير ناشطة أبدا على تيك توك، يعني بعد ما لقيت له باب وهال بس إذا حدا في يعمل لك ريبورت مثلا بيعملوا لك بيروح الأكاونت صح؟ إيه صح بكل سهولة. يعني حدا بيكرهك؟ ايه انا راح لي شي 7 اكونتات. هيك؟ ورجعتي من اول وجديد ترجع تفعلي كل اكونت. واو اوف شو عندك نفس طويل خلينا نقول لترجعي تفعلي ولا ترجعي يلحقوك الفولورز. لانه كنت عبالي اقلن انه لا، مش لانه انتم ما حبيتوني بدكم تنهوني، بس هيدي هي البوينت تبعي، وضليت مصرة انه عن جد طلع اكاونتي ولانه كنت حابة. بس مثلا بالانستغرام وقت بيجيك ريبورت الانستغرام تبعت لك بتحكي معك بتقلي كيت تيك توك مش هيك. عملتي غلط او ما عملتي غلط بيشيلوا لك اكاونتك. بس هلا ريسنتلي يعني على باله واحد حطك براسه بيبعت كذا واحد بدمري هلا من قبل، بس هلا انا صرت بتواصل مع شركه تيك توك وهن بيبعتوا لي، عرفتي؟ فهلا تغير كل شيء كثير صح. طيب اليوم بعد ما وصلنا لهال 1.2 مليون فولورز وصرنا ناشطين على تيك توك وعلى كل السوشيال ميديا، كيف عم تخترع الكونتنت تبعك؟ هو اصعب شيء انه نلاقي كونتنت، ودائما بدك تجدد بالكونتنت، او زيت الكونتنت على تيك توك بحبوه العالم انه مهم انت سبورتيف بتنزلين اكسرسايز اكسرسايز. بكون عندي مثلا دعايات فانا بنزل دعايات واشياء عفويه كثير، يعني انا بكون انا ما في اذا بدي كمس شخص تاني كتير بتعب، فمثل ما أنا بعمل الشيء اللي عندي إياه وخلص بنزله والناس بتفعل عليه لأنه بتحب طبيعتي. عم تطلعي لايفات كمان على تيك توك؟ يعني عم تعملي مصاري؟ بس تطلعي لايفات بينطلب منك إشياء مش طبيعية أكيد. تشالنجز؟ أنا ما بعمل أحكام. ما بتعملي تشالنجز؟ لا بلا بعمل تشالنجز بس احكام هول البيت والحمام ما بعملهم. كيف بتحين عليك؟ يعني كيف هي اطلع لايف وما اعمل احكام؟ انا لانه بلعب من اول ما بلشوا تيك توك قبل ما يكون في احكام البيت، وهلا جديد هول جديد صح. فانا من القدام واللي نحن اصلا بنعرف بعض ونحن بنعطي احكام خفاف، يعني ماشي كتب بالبايو حدا فلان سكر ملفه، عرفتي هيك اشياء. اوكي. طب اليوم بس تطلعي تعملي لايف عن شو عاده بتحكوا انت وهالاشخاص اللي بتعرفوا بعضكم وصحبه بين بعضكم؟ بتحكوا عن ما بعرف لايف ستايل، موضه، شيء عم بيصير بالبلد، anything؟ هلا هو اذا انت بدك تطلع لايف كرمال يعني باختصار انه اذا بدك تجيبي دعم ما فيك تحكي هيك اشياء، خلص لازم تقولي للمتابعين تبعك لازم يشدوا انه كرمال يجيبوا دعم، عرفتي؟ وهن بس تقولي لهم شايروا وكبسوا بصير في دعم. فسام تايمز ما بنحكي، انا وقت افوت مع ناس اوريدي فريندز انا وياهم
بنحكي باشياء about style او sport هيك، بس انه مش دائما لانه هن بطلوا يحكوا خلص انه همهم المصاري، فالتارجت تبعهم انه خلص اخرهم اذا بتحكي او لا. لك شو حلو، بس شايفين بنجامين فرانكلين بوجهن. نايس. طيب بس يعني انت في، انا امرار لما اي سكرول على تيك توك بيطلع لي ناس طالعين لايف ما عاملين شيء. هي هول بس ما بيكون عندهم ناس كتير. لا لحظة خلينا لك شغل. اوكي كمل. هاي المخرجة عم تضحكني. اوكي بيكونوا عاملين هيك وفي لايف، ما عم تفهم علي، في عالم عم تحضرون يعني، في انتر اكشن وناس عم تحضر، انسان واقف هيك او ناس انسان نزل تحت الدوش مثلا مي عم كر عليه، عرفتي كيف؟ او هيك يعني انت بتتواصلي مع العالم، عندك 1,200,000 شخص، اذا طلع 1,200,000 شخص بتتواصلي مع العالم، بيسألوك، صاروا بيوثقوا فيك، بيسألوك مواضيع أكيد إيه علاقة بحياتهم، شو كذا شو كذا. إيه أكيد، وهن كتير بيسألوني عن السبور، مثلا أنا ناصحة شو بدي أعمل تأضعف، أكيد بنصحهم، مثلا أنا عم بعمل ميك أب بفتح لايف بيسألوني اسم الحمرة، عرفتي؟ إيه أوكي. يعني هو يعني أصلا أكتر شيء إذا فينا نقول هزبتيهم للفولوورز تبعك. صح. صح يعني إيه. هو أكتر شيء كمان عم بيكون ضارب القصص اللايف ستايل فاشن، الميك أب، الصبية الحلوة بس تبين in general يعني هيك. ايه الاكسرسايز السبور كمان كتير ضارب على كل السوشيال ميديا. كيف تختاري اطلالاتك على السوشيال ميديا وصارت مهنة هيدا عندك؟ يعني انت خلص عم تعتشي منها يعني، فانت كل يوم بدك تعملي شي كونتنت كرمال توجهيها لهالمتابعين. ما عندي حدا بنقيلي شو بلبس، انا بس اطلع حالي على المراية وشوف هيدا الشي اللي يعني اللي بقلي وشايفة حالي أنا، خلاص بلبسه. طب تيك توك حصر لك حياتك الاجتماعية؟ يعني صرت قاعدة كل الوقت بالبيت عم تعملي تيك توك؟ أكيد. طب بس this is not healthy بتعرفي؟ I know، بس at the same time بتطلعي إنه ما عندك غير خيار. صارت مهنة بالنسبة لهم. هو شغل. شغل. إيه بس شغل تاخدي منه فرصة كمان. لا كتير من اللبنانيين هلا بالظروف الاقتصادية اللي عم بيقطعوا فيها صار تيك توك بالنسبة لهم مهنة بالنهار. كل يوم عم بيعملوا a sum of amount of money هالتيك توكرز. أنا هديك يعني السنة 4 شهور ما شفت برا. بس هيدي السنة صرت ارجع اطلع واظهر. بس 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 for your state of mind. I know هيدا الشيء منه healthy ومنه منه منيح، بس خلص انت بتصير تشوفي انه خلص عم يتفاعلوا معك، عم تعملي addiction. ايه بتصير بدك addiction. ايه بتصير addicted للتيك توك، صح او لا؟ صح. لا بدنا نلاقي حتى باليوم وقفوا تيك توك، شو بتعملي؟ انا عم بعمل براند تياب هلا. اوكي. وماشي فيها وان شاء الله. شو بخص التياب هيدا البراند؟ سوري سبورتس؟ مش سبورتس، بتعرفوا ذا جيفينج موفمنت؟ ايه ولا على نسقن. على نسقن حلو كثير ذا جيفينج موفمنت، يعني نعمل لهم دعايه بس انه مش بحاجه لدعايه. خلينا نشوف فيديو لك كاتريكسا. قريب كثير من مسؤولين حزب الله هو اللي عم يعطيهم معلومات. يعني اشياء بسيطة ما فيها فلسفة كتير ابدا، انه اشياء ناعمة. يمكن نحن عم نفلسفها زيادة عن اللزوم براسنا. السوشيال ميديا كتير حلوة وبس كتير خطرة. ليه خطرة؟ شو فيها خطورة؟ هات لنشوف. ما هي شعرة، لانه مثلا في كتير بنات ما بتعرف تستعمل السوشيال ميديا وبتروح فيها بطريقة كتير وسخة،
عرفتي. وهلا في كذا بنات هلا كثير يعني عم بيصير فيهم عن جد عم نزعل عليهم، لانه هن بالاخر يعني يمكن ضحايا الاشياء اللي عم بتصير. اكيد ما في احكي كل شيء انا بس انه الواحد لازم ينتبه. طب اهاليهم وين؟ ما يمكن انا بحس اهاليهم عم بيقولوا لهم اعملوا هيدا الشيء، او مش منتبهين او مش عارفين، ما بعرف. كرمال المصاري. أيه انا برايي اكبر اف بالمجتمع، مع احترامي لكل التيك توكرز، هي التيك توك، لانه عم بتعلم مجتمع باكمله انه انت فيك تطلعي مصاري باي طريقه ممكنه. وهن كلهم تينيجرز اصلا بارد. اللي اكثر شيء عم بيشتغلوا على تيك توك، واللي عم بيكونوا هالقد ترندنج على تيك توك. خلينا نقول هو تيك توك عم يعطي اصلا، عم يسمح لكل العالم انها تنشهر هيك فجاه. هلا يعني هيدي اسمها فيرتشوال شهرة، يعني الصراحة يعني شهرة وهمية. خلينا نقول يروح الأكاونت من هون الشهرة بتبطل موجودة أبدا. وهيك كاتريكسا، طيب شو الصعوبات اللي أكتر شي بتواجهيها as a TikToker؟ بشو؟ أنه أنا بطل في عندي privacy بحياتي، خلاص أنا ما في مثلا إذا رحت أمشي بالشارع كل بصير بده كاتريكسا ليك وين بيت كاتريكسا، ما في يعني ما في. سيريسلي هالقد؟ اكثر من شهرة التلفزيون يعني؟ واو. لفقة معينة من الاولاد اكيد. الاكبر لا اكيد لا. طيب بتشتغلي على انستغرام كمان نفس الشيء؟ وعلى سناب شات. بعده سناب شات موجود بالخليج نمبر 1 السناب شات بالسعودية والخليج. انا ابدا نمبر 1 ما نمبر 1 لسناب شات. طب زيت الفيديو الواحد سناب شات ما اكزاكتلي صار في كثير ابلكيشنز بلاتفورمز، يعني انستا، فيسبوك، تيك توك، تويتر، سناب شات، فيمو مدري شو اسمه هذا كمان شيء جديد كمان نازل والى اخره. نفس الفيديو بتنزليهم على كل البلاتفورمز او بتغيري من بلاتفورم لبلاتفورم؟ انستغرام اكثر شيء بنزل انا شو بلبس، لوين ظاهره، عرفتي. تيك توك فيديوز هيك قصيره، عندي دعايات بنزلها، دعايات مهمه اكيد. اوكي دعايات بسيطه بنزلها انستا. سناب شات بنزل اكثر انا وعم بتمرن، شو اكلت اليوم، الاكل اللي لازم ياكلوه تبع التمرين. يعني اكثر شيء انا ضاربه على سناب بالسبور. بالسبور كل بلاتفورم عطيتيه ديفرنت هويه لإلك. واو، يعني مش قليله ما عم تظهري من البيت، لانه بده شغل كثير هيدا. بظهر يوم مثلا على الجيم، بروح 3 ايام بصور كله كامل تصوير، يعني كمان ظاهره شغل. هلا هي وانت كل شيء هذا التصوير اللي عم تصوريه بتليفونك؟ تليفوني صح؟ ايه. ما في حدا عم بيساعدك بالتصوير، ما في شيء، يعني انت يور مانجينج اول يور اكونتس. انت بتعملي شو دارسه؟ انا دارسه اكونتينج. اوكي. انت عم تعملي اديتينج، انت عم تعملي الكونتنت، انت عم بتصوري، انت كل شيء. برافو عليك. طيب ما في حدا بيساعدك؟ ما في حدا انه مثلا ما بعرف حدا يعني اني بيرسون مثل فريق عمل صغير؟ في انا مع شركه اسمها كينجو ميديا، فهن بيساعدوني شوي، بس انه الفيديوز تبعي انا بصور كل شيء، وانا بخلق الكونتنت تبعي والترندات انا بتعلمهم وهيك. قد ايه بتتابعي؟ قد ايه بتتابعي بلوجرز؟ قد ايه بتتابعي تيك توكرز كرمال تاخذي افكار انترناشونال؟ عم بحكي ما عم بحكي هون بلبنان. انترناشونال لانه برا بيعطوكي افكار كثير، برا كثير كرييتيف اصلا. صح، غير بلبنان بتلاقي انه الكونتنت تبعهم مش متعوب عليه برا كثير. بتابع كذا حدا بس انه مني كثير اكتف، عرفتي. يعني انا بس بنزل بفتح لايف بسكر بنام. Seriously؟ أنا يعني I'm speechless، ما بعرف عندي حد. نحن من غير إيرة، حس حالي عم بحكي مع مثلا نحن من 1870 وهون 2350، هيك حسي، هيك حسي في سبيس شيب. سبيس شيب. طيب خلينا نعطي افريج، أنا ما عم بسأل عنك أنت بالذات، بس عم بحكي افريج تيك توكر قد ايه ممكن تطلع مصاري اون ديلي بيسز؟ $10,000 بالنهار.
جوابتك أنا. ما في إلي. أنا بعرف في وحدة على تيك توك عملت فوق $1,000,000، ما بعرف شو اسمها، بس هيدي حرقة بقلبي. أعرف من هي، قالوا لي إنه من وراء تيك توك كل يوم طلع $10,000 فريش، قال صار معها فوق $1,000,000 بهذه الأزمة اللي نحن قاطعين فيها بلبنان، وهي لبنانية. انتبه، مش بس تيك توك بيعمل مصاري، إنستغرام، سناب شات، كلهم بيعملوا مصاري. كيف تقدري تعملي مصاري بسناب شات؟ أنا مثلاً بعمل كتير مصاري. كيف؟ من وراء الدعايات، حدا عنده بزنس بده بده يعني يفرج الناس عليه، بده الناس تفوت تطلب من عنده، بيقول لي بدي تنزلي لي، صح، بيبعت لي اكيد مصاري، وبيبعت لي الاوتفيت مثلا بلبسه بنزلهم اياه. بس هيدا كمان هيدا اسمه بزنس، صح، وزيت الشيء على سناب شات. لا انا بدي اشوف الافريج اللي تيك توكرز بيطلعوا بنهار، يعني بيطلعوا بين 1000 وال 15000 بير داي، فيهم يوصلوا هالقد، صح؟ ما انا ما عم بسالك عنك، انا عم بسالك عن اكثر، يمكن كمان اكثر، يمكن اوكي أكتر. هيدا الشيء بيطلعوه من الدعايات ولا بيطلعوه من اللايف؟ بس من اللايف، من اللايف، من اللايف. اوكي، طب اللي انا مره طلعت لايف ربع ثانيه يمكن او ثانيتين، اللي عم يبعت بعرف انا في شيء بيبعتوه بيبحثوه ورود. شو بيستفيد هو؟ انه هو عم يشيل، هو عم يطلع اسمه كداعم وبس، بس هي هي. ويمكن sometimes في داعمين بحبوا انه مثلا بدهم يحكوا مع هاي البنت، بفوتوا بيدعموها لانه معجبين فيها. مزبوط 100%. هيدا انا سمعتها كثير بالتيك توك، انه كثير صبايا عم يوقعوا بهيدا الفخ، وكثير في مشاكل صارت بهيدا الموضوع. هيدا صار موضوع ابار يعني، يمكن نحن ما دخلنا نتحدث فيه. كاتريكسا، طب اليوم انت مشهوره على السوشيال ميديا، ما بيهمك مثلا تعملي برنامج على تلفزيون خاصه يمكن بالفتنس، خاصه بالسبور، خاصه بالاكل؟ عم تعمل كلهم يا بدنا بالتلفزيون حياتي. لا، في ناس عن جد بدل بحب انه اطور من حالي، يعني ما ضلني بذات البوينت اللي انا واقفه فيها، بحب ضلني اكثر اكثر اكثر. طب بتحبي التمثيل او انت بشغلتك كمان بتمثلي؟ صح، بحب التمثيل. انعرض علي كذا شيء بس ما كنت اقبلهم، لانه كنت ماضيه مع حدا وهو ما قبلني. اوكي، يعني مثل مدير اعمال يعني. ايه، مثل مدير اعمال. اوكي اوكي، شو الخطه الجديده او شو حاطه اهداف جديده لهالسنه؟ اول شيء البراند عم بشتغل له، وثاني شيء احب اعمل هيك مثل كل ويك او كل شهر، ما بعرف يعني اذا الله قدرني، احب انزل على المخيمات وصير هيك اعمل فيديوز معهم وساعد. بتحبي القصص الانسانيه، تتوجهي برسالات انسانيه؟ نايس، حلو. اكيد، لانه انا بنت جمعيه وبعرف قد ايه هيدا الصبي اذا جبتي له جيفت حيتاثر فيها، فكتير بياثرني هيدا الموضوع. اوكي كاتريكسا، بدنا نقول لك يعطيك الف عافيه، لانه اللي عم تعمليه عن جد معنا. عن جد اللي عم تعمليه منه قليل، يعني في الواحد يحكي فيه هيك بنتساءل، بس اللي عم تعمليه منه قليل ابدا. وتقدري انه انت بعقلك بهيدا العمر زغطوره بعدك تقدري تعملي كل هول، بس انا بدي منك شيء، وبنعرف انك عملتي حالك بحالك وبرافو عليكي، انه ربنا رزقك كمان قد ما فيك تساعدي ناس. اكيد، اوكي، هذا بلا ما حدا يقول لي على طول على طول حطيها براسك. اوكي، ثانك يو لوجودك معنا. ثانك يو لكم، واهلا وسهلا فيكي. ثانك يو.